70.3 بدينا اليوم معكم أعزائي المشاهدين في الخامسة من مساء اليوم، 4 ساعات متواصلة تقريبا في مباريات اليوم. جهد كبير يقوم فيه أعضاء التنظيم لهذه البطولة المفتوحة، بطولة البحرين المفتوحة لفنون القتال المختلطة والملاكمة. لقاءات الملاكمة كانت يوم أمس، واليوم لقاءات الأمامي. اللقاء الأخير الآن في الركن الأحمر علي الدوادي من بحرين تيكواندو، الركن الأزرق جي سيد فراس من فريق سبايدر. اللعب ينزل للأرض. السلام عليكم. فيه عنف وفيه شراسة وقرار. شوف لازم لاعب يكون عنيد ما يستسلم. شوف لاعب عنيد، لما أن ذاك قوي ترى في الأرض، بس هو القوة البدنية وإصراره خليه أنه يسيطر على المباراة. شوف إصراره. شوف أقل من نص دقيقة شفنا أمور كثيرة. ذاك بين ترى مو بسهل، يعني مو بلاعب ضعيف الإيران، بس هذا ما شاء الله عليه شرس قوي. شوف ذاك زين ترى في تبادل لك ذاك يبين أنه زين في الأرض في الجراوند، بس دي يعني ردة فعله كانت سريعة وقوية. في تبادل لكمان، تبادل ركلات، فدي لازم يهدأ شوي من حماسه من دي، لأن لو مستمر ذاك اللاعب هالحماس والحركة كان بينهي المباراة. لكن شوف هاي تصرفه جدا ممتاز، وقاعد يهدي يعني، وقاعد يتأقلم على جو المباراة، ممكن يفاجئنا يعني. ترى المباريات أثروا فينا حتى احنا ترى نفسيا قاعد نهدأ معاها ونتفاعل معاها. نتفاعل وما تعرف ما تشوف في ترقب يعني، حتى لازم الصمت لأن تتوقع أن تبي أي ردة فعل بانتظار. لازم، لكن بنشوف راح نشوف مستوى. يعني حتى تفادي أو محاولة الافتكاك والتخلص من محاولة اللعب الخصم في حركة استسلام. أنا صراحة أتمنى أن المباراة ما تنتهي على الأقل الجولة الثانية أو الثالثة، لأن أشوف اللاعبين الاثنين عندهم إمكانيات، فنتمنى أن الجمهور يعني مستمتع فيها أكثر وقت ممكن. أتوقع يعني، لكن دي الحركة سلبية، لكن ممكن يصير أي تغيير. شو صار العكس الحين؟ هجوم عكسي. شوف دائما بداية المباراة ما واحد ما يقدر يحكم، صار هجوم عكسي، لكن ما أعتقد راح يغلب بسهولة، لأن ذاك عنده حركة استسلام. أحسن التعامل معها، تخلص من الحركة. شوف قاعد يستخدم رجلينا، لو ماسك يدينا بإحكام خلاص حركة استسلام. لكن يبين مساء قلت هاي اللاعب في الجرام في الأرض جدا ممتاز، لأنه كان ذاك هجومه اندفاع جدا قوي، فقدر يستخلص من دي المحاولة. انتهت الجولة الأولى طبعا، أتوقع الجولة الثانية تكون شيقة ممتعة. استراحة بين الجولة الأولى والثانية، طبعا لقاء علي الدوادي من بحرين تيكواندو وسيد فراس من فريق سبايدر. أنا سمعت تيكواندو يعني قلت ما بيكون عنده خبرة في الجراوند، لأن تيكواندو لعبة وغوف اعتمادة على الرجلين، لكن فاجأنا انطباع أنه هو متمرس أيضا فيه، وأن جسمه هيئته بين الأرض الجراوند. واضح الإعداد لهذه البطولة. لا صراحة نيعاً للمدربين، لاعبين، للجهاز الفني، صراحة إنجاز. أنا عن نفسي صراحة متفاجئ ونفس الوقت مستمتعين يعني. مستمتعين بالمنافسة. المساعدان يعني وصلنا للمباراة الأخيرة، 17 مباراة في يوم كان طويل في الساعات، ولكن مر علينا بشكل سريع.
مع الإثارة والحماس والندية اللي كانت موجودة بين اللاعبين، رغبة كانت عند جميع اللاعبين في الفوز، حسرة في حال الخسارة وفرحة في حال الفوز. شفنا نهاية موافقة نفس متوقع. والله المباراة يعني نقدر نقول عنها يعني خاتمة. شوف الحين هم أهداء على هذه البطولة، صار انعكاس. كان اللاعب ذاك بادي في البداية حماس وقوة، انعكست نتري البداية أمور نفسية، ساعة اللاعب يتفاجأ بحركة المنافس، يعني اللاعب ذي الذوادي صراحة فاجأني بالضبط، توقعت أضعف من هالمستوى، لكن أعطانا مستوى بصراحة يعكس مدى اهتمام نادي بحرين تيكواندو على المشاركة الوحيدة لهم في هذه البطولة، ولكن بمستوى عالي دليل حرصهم على إنجاح هذه البطولة. اللاعب متوقف على الأرض، شوي حركة سلبية، منتظر حركة من أي اللاعبين، يعني لا المهاجم لا المدافع، يعني وقت سلبي، يعني خلاص لازم يكون فيه محاولات، يعني يا ذي يستخلص يتخلص من القبضة، يا أن هذه يحاول محاولة الهجمات. يعني دائما اذا تشوف الاثنين في الجراوند في الارض اذا متقاربين من ناحيه القوه تشوف حركات سلبيه كثيره، اما العكس اذا تشوف واحد مسيطر اكثر لا بتشوف حركات اكثر هجوميه، يمل الجمهور وود انه تنتقل للوقوف. يعني تشوف الحركه تحمس الجمهور، لكن هاي احنا حركه ثابته خلاص سلبيه. نتمنى أي واحد فيهم أشوف هاي قرار صحيح، خلاص ما في أي حركة إيجابية، وضع سلبي. والله وجهة نظري يعني كتحكيم حكم جدا ممتاز، حكم ممتاز ممتاز، راكد قراراته صحيحة، لياقة بدنية ما شاء الله عليه موجودة بحضوره في كل لقطة، قدر يسيطر على المباريات، حكم جميع المباريات. لا شوف الشخص دي بدأوا حركات سلبية في وضع الوقوف، متوقع أنا وضع الوقوف يكون أفضل من هالمستوى. حركة محاولة لحركة استسلام، إيه بس حركة مو لأن من الخلف الاختناق، إذا من الأمام أصعب، إيه إذا من الخلف يعني شوية حركة ما بتكون لها تأثير، الضغط صار خلف الرأس، تأثير بسيط، إذا من الأمام الرغوة لا، هاي حركة اختناق وحركة استسلام. يعني صعب الحكم على النقاط إذا ما استمرت مباراة. بداية اللعب شوي كانت حركة شوي حماسية من اللاعب الآخر، لكن أشوف انتهت الجولة الثانية، أصوات الثانية لا ركود شوي. أتمنى الشوط الثالث شوي أفضل من هالمستوى ويبتعد عن اللعب السلبي. أشوف يمكن أمور نفسية أثرت فيهم، أشوف الاثنين بدأوا بالركود، أنا كنت متوقع صراحة حماسية أكثر. يلا نتمنى ذي الشوط الختام بشكل عام ما شاء الله المباراة ناجحة وممتعة. يشكر المنظمين على الخروج بهذه الصورة المشرفة لمملكة البحرين في تنظيم الأحداث الرياضية. نشوف عشان توصل لذي المستوى من تنظيم أمور تخطيط تحتاج سنوات، حتى لو عندك كادر يعني، ولكن نشوف المجموعة الموجودة والكادر الموجود أو الإدارة هي إثبات أن يعني قدرتهم على إنجاز، والشاب البحريني قادر انه يتحدى بنفس الوقت. اي نعم، يعني حتى شعار البطولة هو
إصرار لتحقيق الإنجاز، عزيمة وقوة وتحدي. لكن نتمنى وجود سمو الشيخ خالد، لأن دائما هو بعد يعطي حماس أكثر حق اللاعبين والجمهور وإنجاح الدورة. ويلا إن شاء الله المسابقات القادمة. بدأ الذوادي سيطر أكثر من الشوط الثاني، يمكن عامل اللياقة البدنية. لأن في البداية ذاك فاجأة، يعني ساعات المنافس يفاجئك إنه يهاجمك فجأة بكل قوته، وكان فرصة للاعب الآخر ترى إنه ينهي المباراة، بس ما عرف شلون يواصل أو يستغل، وحين طبعا يدفع الثمن. أنا جي ثواني في فرص، إذا ما استغليت الصراحة خلاص تتركت الفرصة للمنافس. يعني ساعات خصم قوي بس أنت يعطيك الفرصة أن تستغلها، ما استغليتها. الشوط الثاني والثالث هم المسكات السلبية، نفس ما قلت الاثنين نفس القوة، فمو بقادر اللاعب يأثر على اللاعب الثاني أكثر أو يتحكم فيه أكثر، فالاثنين متحكمين في بعض في القبضات، فمن ثم صار اللعب سلبي شوية. طبعا المتابعة متواصلة من الحكم، أتمنى من... أن يوقفهم يعني من حركة سلبية، هو قريب منهم زاوية واضحة بالنسبة له. خلاص أنا أعتقد لازم يأخذ القرار، لكن هو أكيد أولى وأفهم في قرار مناسب. طول ما في حركات في محاولات اللاعب ما الحكم ما راح يوقف، لكن إذا خلاص حركة ثابتة خلاص يوقفهم طبعا إنه يرجعون للوضع الوقوف. بالضبط. يعني شو سلبي خلاص. واضح. واضح إن اللقاء. حتى إحنا تأثرنا صرنا حالة ركود. راح ينتهي اللقاء. إيه الظاهر النقاط خلاص. يمكن ما أجاد اللاعبين. شوف يعني في محاولة إيجابية يعني وإصرار إنه يحاول مثلاً أي واحد منهم إنه يسيطر على الثاني، يعني كلهم بس قابلين بالتعادل أو انتهاء اللقاء. إيه خلاص آخر جولة، يعني لازم تعطي كل ما عندك، كل هالتعب اللي تعبته حق شنو؟ هاي في محاولة، في محاولة استسلام، في محاولة استسلام. إذا استمر بيستسلم، إذا استمر خلاص 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 استسلم خلاص خلاص استسلم خلاص هاي خلاص حركة يمكن خلاص. كانت تغني عن جميع مجريات المباراة. شوف ثواني أي استغلال خلاص. أنا رجحت سيد فراس على فكرة قبل اللقاء، ولكن علي الذوالي عطانا مستوى مبهر لفريق بحرين تيكواندو المشارك في هذه البطولة بهذا اللاعب فقط اللي هو علي الذوالي. مستوى بصراحة يمكن كان أغلبهم أول مسابقة لهم ترى، يعني هاي إنجاز إنه واحد يكون ذي المستوى. أكيد سيد فراس كان يمكن هادئ نوعا ما في المباراة، وقدرنا علي الذوالي جاري في مجريات المباراة، ولكن حركة استسلام تنهي اللقاء. ترى نتوقع مستويات أفضل من هالمستوى الأسباني. مبارك لي علي الذوالي، أو مبارك حق علي الذوالي هاي المستوى اللي طلع فيه، لكن حاب أوفر في الفوز في مباريات قادمة. أنا توقعت أن ذاك بيسيطر البداية بس لكن نعم. نقول مبروك فوز سيد فراس. حاب أوفر لعلي الذوالي من بحرين تيكواندو. أنا بصراحة شكر لك، يعني شو أقول، اليوم صرت زميلي في التعليق أحمد جنشير. بالعكس اليوم أنا شرفت مدرب الرياضي، يعني أنت موجود بالحدث. أنا واحد ترى من متابعينك وجمهورك من البلو كورنر سيد فراس. أي خدمة تشرف عمت الناس. بالعكس شهادتي فيك مجروحة، لكن الإشادات طبعا متواصلة من خلال هذه البطولة. تواصلنا معك في التعليق على مجريات مباريات اليوم، 17 مباراة كانت في اليوم الثاني من بطولة البحرين المفتوحة.
لفنون القتال المختلطة والملاكمة. اليوم الثاني كنا اليوم معكم أعزائي المشاهدين في لقاءات الـ MMA. محدثكم فهد بجيري.